أظهر مقطع فيديو تناقله ناشطون على الإنترنت حصل على أكثر من 300 ألف مشاهدة، طفلة صغيرة تبول بالقرب من برادات مياه زمزم المخصصة لشرب المعتمرين، حيث عبر الناشطون من خلال تويتر في وسم حمل عنوان فتاة تتبول في مياه زمزم في الحرم عن آرائهم المتباينة، بين من وجه اللوم لأهل الطفلة وحملهم المسؤولية، وبين مطالبين بإيجاد عذر لها لكونها صغيرة أو قد تكون مريضة. ونقلا عن صحيفة مكة، برأ الوكيل المساعد لشؤون الخدمات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشهور المنعمي تصرف الطفلة، وأكد أن حافظات ماء زمزم في الحرم محمية ولا يستطيع أحد أن يمسها بسوء. ومن هذه التغريدات اخترنا لكم أبرزها.